ما ينفعش حضرتك تكون معانا وما تكلمش عن التعليم. نعم. يعني حضرتك متخصص وأحد المتخصصين المهمين في مجال التعليم. هتكلم النهاردة عن ملف التعليم العالي. هرجع للي حضرتك نشرته في جريدة أخبار اليوم. نعم. تحت عنوان لأول مرة في وزارة التعليم العالي لجنة حكماء تضم كل الجهات المعنية لوضع استراتيجية شاملة للتعليم الجامعي ومتابعة تنفيذها وتحديثها. تفاصيل بقى اللي كتبه أستاذ رفعت فياض بيقول في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ وزارة التعليم العالي للاستفادة من خبراء وأراء المتخصصين في مجال التعليم الجامعي وعدم الانفراد بالرأي الشخصي أو الأنانية في اتخاذ القرارات الهامة والمصيرية المرتبطة بجودة العملية التعليمية في التعليم الجامعي أو التعجل في إصدارها دون دراسة وفية. قرر دكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي تشكيل لجنة من الحكماء بالوزارة برئاسته لتختص بمناقشة الاستراتيجية العامة للتعليم العالي والبحث العلمي ووضع مقترحات تنفيذ رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. تختص هذه اللجنة بالإشراف على تنفيذ هذه الاستراتيجية ومتابعتها وتحديثها. أستاذ رفعت علل واشرح. نعم. هو ده سؤال بقى ليك دلوقتي. نعم. علل واشرح إيه لجنة الحكماء دي وليه لجأتوا لده؟ هل هناك قرارات تم اتخاذها وكانت قرارات انفرادية، قرارات نعم. بدون دراسة، ده كتير قرارات خلاص. ما هو حضرتك ما هو يعني الانفراد بالرأي الشخصي. نعم. نعم. الأنانية في اتخاذ القرارات كلها واضح انها قضايا كانت موجودة وأدت الى نتيجة ليست بجيدة. خلينا نقول وهي دي مش قاصرة على التعليم العالي بس يا استاذ رشا، يمكن في التربية والتعليم وكثير من الوزارات للأسف كان اي وزير يجي هناك اصل في مدرستين في القيادة هنا. هل أنا عشان أظهر يبقى لابد هي القرارات فردية من جانبي وأنا اللي أقرر وأنا اللي أظهر وكأنني عالم العلماء وأكثر الخبراء فهما لطبيعة الوزارة وأصدر القرارات التي أرى من وجهة نظري إن هو ده الصح، ولا إن أنا أجيب الخبراء معايا وأتشاور مع خبراء منين بقى؟ من داخل الوزارة؟ من داخل الوزارة وخارجها. بس المتخصصين في هذا المجال واللي أقدم مني أنا كوزير وفاهمين أكتر في هذا المجال أكتر مني كوزير، وأبدأ أتشاور معهم إيه من رؤيته الصح أو الأفضل إن إحنا نعمله في كذا وكذا وكذا وكذا، ويبدأ الدسكشن أو المناقشة تتم ونبدأ نخرج بأفضل القرارات اللي هتتخذ، وأنا اللي هوصدر القرار في النهاية أنا كمسؤول تنفيذي. نعم. لكن لابد يكون هناك في توافق على مثل هذه القرارات. يعني ما نيجي نلغي سنة ست ونرجع سنة ست، لما نيجي نعمل ثانوية عامة سنتين ونخلي ثانوية عامة سنة. بس ده تعليم عالي، احنا ما بنتكلمش على بقول لحضرتك كنموذج ليس لا لا ما هو لا وزارة التربية والتعليم بتاعت قراراتها كتير بالضبط. فهنا لابد ان يكون هناك نوع من التوافق ما بين كثير من الخبراء. فالدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالي زي ما انا اشرت في الموضوع اللي انا كاتبه النهارده في صفحة هنا الجامعة، قرر أن تكون هناك لجنة من كبار الخبراء والمتخصصين في مجال التعليم العالي أو المهتمين بدءا من جامعات حكومية وجامعات أهلية وجامعات تكنولوجية ومعاهد عالية خاصة وخبراء تعليم ورجال صناعة ومسؤولين عن قطاع الصناعة، دول كلهم مع بعض حطوا لي الاستراتيجية اللي الوزارة تمشي عليها، مش اللي أنا أمشي عليها كوزير. أنا ممكن الوزير سنة اثنين ثلاثة وهمشي، إنما الاستراتيجية دي لابد أن تكون مستمرة زي ما عملت دول جنوب شرق آسيا وارتقوا بمستوى التعليم. ده سبب لقائه بالسيد الرئيس يوم الخميس؟ بالضبط، هو ده كان سبب اللقاء. أحد الأسباب. نعم. أو أحد الحاجات اللي طرحت ونوقشت والسيد الرئيس أكد عليها بالنسبة لجامعاتنا كيف تعد نفسها للمستقبل القريب في مختلف التخصصات الجديدة والتكنولوجية، ويبقى مخرجات الجامعات متفقة واحتياجات سوق العمل. نعم. وكان في ممثل أيضا لهذه الجامعات من الجامعات الأهلية، وإحنا عندنا السنة دي
أول مرة تبدأ 12 جامعة أهلية جديدة خرجت من رحم الجامعات الحكومية. كيف يكون العمل في هذه الجامعات؟ طبيعة التخصصات اللي فيها مخرجاتها إذن دي كلها يعني هم كانوا جامعات حكومية وبقوا جامعات أهلية؟ لا، هي دي لسه جامعات جديدة أهلية جديدة بمفهوم الجامعات الأهلية. فأنا عندي مثلا جامعة اسكندرية الحكومية وخرجت من رحمها جامعة اسكندرية الأهلية، جامعة بني سويف، جامعة أسيوط وكذا، على أساس أن احنا نوجد روافد جديدة مختلفة للطلاب عشان يلتحقوا بها، وتخصصات غير موجودة في الجامعات الحكومية وفي احتياج ليها، وبالتالي يبقى في عدد إضافي من هذه الجامعات لخريطة التعليم الجامعي في مصر.